있어야 되는데 내일 나가서 밥 먹고 نتوسع المنتظر في مجال الاستثمارات سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية يتطلب توافر مجموعة من المقومات الهامة والتي تأتي على رأسها الطاقة. إن الطاقة بمختلف أنواعها تعتبر أهم وأحد روافد الاقتصاد التي تساهم في تحقيق نمو سريع ومستدام. وإيمانا من الجمعية ولجنة الطاقة بحيوية هذا القطاع وضرورة تكثيف كافة الجهود لتنوع مصادره، فقد حرصت الجمعية على عقد المؤتمر السنوي الثاني للطاقة والذي يشرف بالرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فنحن على الحزام الشمسي ومعدل لسرعة الرياح عندنا عالي، وعندنا الغاز الطبيعي والمياه، كما يمكن أن نصنع طاقة من النفايات وغيرها. لكن النعمة الأكبر هي البشر. نعم، نحن وأولادنا النعمة من الله على مجتمعنا. إن أحسننا الاستثمار في البشر سوف يسهل أي استثمار آخر. فما هو الحل إذن؟ كيف نرشد استخدام الطاقة ونعدل مصادرها لنصل إلى استخدامها إلى استدامتها بما يخدم تطور الإنسان والمجتمع؟ الحل برأيي يبدأ من عنوان واحد: تحفيز الاستخدام المنتج وتغريم الاستهلاك المسرف وغير المنتج. ليس هناك حل آخر.